السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية طلاب توجيه أدبي وشرعي. بإذن الله تعالى أنا الأستاذة تحرير رياض عبد الله البوم، بكالوريوس رياضيات ماجستير رياضيات. إن شاء الله أعلن عن دورة أونلاين رياضيات لتوجيه 12 علمي وشرعي لدفعة طلاب دفعة 2006-2024. طبعا في البداية أنا راح نتعرف على ماذا تتضمن دورة الرياضيات. إن شاء الله تعالى في البداية قبل ما راح نتعرف شو بدنا ناخذ في هاي الدورة، في البداية إن شاء الله راح تكون بدايتها من 12/8، يعني أول ما تداوموا أنتم في المدارس من يوم الأحد راح يتم إعطاء مادة استدراكية لكل طلاب التوجيه الأدبي. يعني مادة استدراكية مادة تأسيسية، مادة تأسيسية في مادة الرياضيات أمور لازم تكون أنت عارفها، أو في عندنا مشاكل بعض الطلاب واجهوها في مادة الرياضيات من مادة تأسيسية، من خلال كيف جمع الأعداد، جمع الأعداد، طرح الأعداد الصحيحة، بالإضافة لضرب القسمة، بالإضافة لمادة تأسيسية كاملة إن شاء الله تعالى فيه، وراح تكون في إلها دوسية، يعني المادة الاستدراكية أو التأسيسية للتوجيه العلمي، طبعا التوجيه الأدبي، طبعا اسمها اللي هي المبدع في الرياضيات المادة التأسيسية. راح ناخذ كمان تحرير عبارة تربيعية، وهي شيء أساسي يا مس، من المادة التأسيسية اللي راح تحتاجها في المنهاج، ونتعرف لأنواع اقترانات خاصة ونشرحها كمان بهاي المادة التأسيسية. راح ناخذ بعض القوانين الهامة مثل فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، إخراج عامل مشترك، كل هذا إن شاء الله راح ناخذه يا مس. كمان كيف بنفك مربع قوس، يعني مربع مجموع حدين اللي هو المربع الكامل، كله إن شاء الله راح ناخذه في المادة التأسيسية، مدتها تقريبا 3 لـ4 حصص. بتطلع من هاي المادة التأسيسية أنت جاهز للمادة بإذن الله تعالى. بعدها راح ننتقل يا مثل شرح مادة الرياضيات للتوجيه الأدبي. بتتكون يا مس من الوحدة الأولى التفاضل والتكامل والمصفوفات، يعني هاي الدورة للفصل الأول كامل، وظني معاكم تنخلصها اللي هي التفاضل والتكامل والمصفوفات. إذا نبدأ بشرح المادة، طبعا احنا اول شيء من تاريخ 20/8، ولكن احنا كل بدنا اسبوع للماده التاسيسيه، فبنكون ان شاء الله راح نبلش من مثلا 24 او 23/8، تمام؟ فبنعدل عليها، يعني 20/8 راح نبلش اللي هي الماده الاستدراكيه، احسب 3 لـ4 حصص وبعدين بنبلش في الماده المنهج، تمام؟ يتم الدوره وتبقى الدوره مستمره حتى يتم انهاء ماده الفصل الاول، نقوم خلالها بشرح جميع مادة الكتاب وتمارينها وحل أسئلة الوحدة وتمكين المعلومات التي ندرسها بعمل ملخص شامل، ويتم عمل نموذجين اختبار. وطبعا انتم كل اسبوع راح ينعمل لك ان شاء الله اختبار في المادة اللي بتاخذها معي، ولكن للتأكيد على الشغل اللي احنا راح نشتغله انه احنا بنعتمد في اساس هاي الدورة اللي هي المبدع في الرياضيات. طبعا دوسية المبدع في الرياضيات مس هي اساس هاي الدورة، يحصل الطالب المشترك بالدورة على دوسية المساعد الإلكتروني المبدع في الرياضيات، نعتمد عليها في شرح الدورة الذي يتميز بشرح مفصل ومرتب ويشمل أسئلة وأمثلة وأنشطة الكتاب وشرح أسئلة إثرائية بأفكار مميزة وعمل مراجعة وأسئلة شاملة للوحدة وحل أسئلة السنوات السابقة. طبعا راح أفرجيكم اللي هو المساعد، تمام؟ راح أفرجيكم المساعد الإلكتروني المبدع في الرياضيات اللي بنشتغل عليه. طيب اللهم صل على الحبيب محمد. طبعا هي المساعد المبدع في الرياضيات الوحدة الأولى التفاضل والتكامل، طبعا أنا ببعت لك هذا المساعد لطلاب الدورة المشتركين معي وحدة بوحدة. طبعا ان شاء الله هذا المساعد بيكون شامل لكل شيء، امثله واسئله الكتاب، اسئله خارجيه، تدريبات متنوعه، اسئله وزاريه، شامل، ما بيلزم تطلع ولا اي سؤال خارج، كل الاسئله الممتازه وارده بهذا المساعد. زي ما فرجيتك اياه المساعد الالكتروني المبدع في الرياضيات للتوجيه الادبي. تمام. ثاني بند عندي، اذا خلصنا عرفناكم على المساعد. طيب هلا مدة يكون لدينا 5 لقاءات أسبوعية من يوم الأحد للخميس، واحتمال أعطيكم مجال يوم استراحة تدرسوا فيه المادة. طبعا يوم الجمعة بنقدم امتحان ومدة الحصة ساعة إن شاء الله تعالى. هلا موعدها يا مس راح يتم تغييره، مش هذا الموعد، راح يكون موعدنا من ساعة
طبعا يتم الاتفاق على موعد إن شاء الله. أنا وطلاب الدورة من أي ساعة؟ يعني مبدئيا من الساعة 6 للساعة 7 مساء حسب، أو من الساعة، يعني الاقتراحات راح تكون أو من 4 إلى 5 مساء بإذن الله تعالى، حسب ما يناسب الطلبة المشتركين، ولكن هو احتمال إنه يكون من الساعة 4 إلى 5 مساء. نستخدم برنامج الزوم ميتينج، لازم تكون الزوم، برنامج الزوم شايفه؟ هذا هو لازم تكون محمله عندك. تمام، في شرح الحصص محفوظة طول السنة ويمكن الرجوع إليها في أي وقت، وتظهر طبعا كل الحصص إحنا مسجلة، بتقدر ترجع لها وقت ما بدك. تمام، طبعا يتم إرسال دوسية المبدأ على شكل PDF لكل طالب عندي مشترك بالدورة. تمام، هلا عندنا في عندنا ملاحظة مهمة جدا، إنه أنا يا مس وأنا أشرح لك كتوجيه أدبي، يعني هاي الشاشة اللي بتكون ظاهرة أمامك عادي، لنفترض إنه هي المساعد اللي بنشرح عليه الأسئلة، فهي اللي بتشرح اللي بتظهر أمامك، وبنكتب وبنستخدم القلم عادي، وإن شاء الله بتكون كل الأمور واضحة، يعني السؤال بيكون أمامك وبكون منحل بشكل واضح، وبتشارك معي بالحصة وأمورك تمام كأنها وجاهية. تمام، طبعا إحنا يا مس اللهم صل على النبي محمد، هذا بشرح مختصر لكل الدورة. هلأ في عنا فيديوهات مسجلة أنا قاعد بشرح للمنهاج إن شاء الله على قناتي الأستاذة تحرير البوم، تروح على قوائم التشغيل، بتروح على شرح مادة التوجيهي الأدبي والشرعي. طبعا إحنا مبدئيا إحنا الشرح الفيديوهات علني، بعدين بدها تصير خاص طبعا، فقط اللي هو للمشتركين معي بالدورة. تمام يا مس، هي عندنا المادة التأسيسية، هي عندنا اللهم صل على النبي محمد، درس المتوسط التغير، طبعا في عندنا بلشنا كمان في الدرس الثاني، وهلا ان شاء الله تعالى بضيفه على قائمه التشغيل، زي ما قلت لك قائمه التشغيل، بنروح على دوره شرح منهاج توجيهي. طيب شرح منهاج توجيهي دوره، اوكي شرح ماده، طيب قائمة شرح منهاج الرياضيات توجيه أدبي وشرعي، راح يكون هلا احنا مبدئيا عشان تتعرفوا على الشرح وكيف آلية الشرح اللي راح نشرحه نفسه في الدورة، تقدر تحضر الفيديوهات اللي أنا حضرت لك إياها، ولكن أنا إن شاء الله تعالى راح تصير خاص فقط لطلاب الدورة. تمام؟ فإن شاء الله تعالى راح تكون مبسوط من الدورة، ومن الأسئلة راح نعطيها تكون شاملة، وإن شاء الله راح تفهم المادة 100%. عند التسجيل بالدورة رجاء التواصل معي يا إما على الفيسبوك تحرير البوم الأستاذة تحرير البوم، أو من خلال الواتس أبليكيشن، وهي عندنا رقم الهاتف. يعطيكم ألف عافية.